مخمرية بشكل جديد وبمكونات كلها موجودة في بيتك، يعني مش هتجيبي اي حاجة من بره. طبعا عملنا قبل كده المخمرية الكريم وكانت تحفة وقلبت السوشيال ميديا، وكمان عملنا المخمرية اللي على شكل اسبري، وكمان عملنا المخمرية البودر وكانوا حلوين جدا، وكل اللي جربهم بعد شكرنا عليهم. تعالوا بقى نعمل المخمرية السهلة الجميلة دي، وهتخليكي فواحة ماشية في قلب البيت وهتخليكي ريحتك رهيبة. اول حاجه هروح عند اي عطار وهجيب منه قالب مسك بالريحه اللي انت تحبيها، ريحه اللافندر، ريحه الورد، اي ريحه انت بتحبي فيها المسك. تجيبي قالب صغير من المسك ده، هتلاقيه من 7.5 الى 10 جنيه، يعني مش غالي خالص. بعد كده بنجيبه ونحطه على حمام مائي، وبنضيف عليه معلقتين من زيت جوز الهند. بعد كده بعد ما دايب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا اضيف عليه معلقه من اي كريم مرطب عندي. انا هنا مستخدمه كريم ايفا، انت اي كريم مرطب عندك تقدري تستخدميه عادي، مفيش مشكله. بعد كده يا ست الكل هضيف معلقتين كبار من الجريسلين اللي عملناه مع بعض قبل كده، وده ترطيب وتنعيم للجسم تحفه، بيودي الوصف في حته تانية خالص. بصوا الجريسلين القوام بتاعه عامل ازاي، برغم ان احنا عاملينه بقاله شهر تقريبا، بس لسه قوامه حلو جدا، لونه شفاف ولسه ريحته جميله زي ما هو، كاننا لسه عاملينه اول يوم. طبعا الجريسلين ده عملناه بمكونات برضو موجوده في بيتنا، يعني ما جبناش اي حاجه من بره، طريقته سهله جدا وبسيطه، وبتعملي اكبر كميه وبفلوس قليله جدا، يعني ما بيكلفكيش اي شيء. بعد كده بخلط المكونات كويس جدا مع بعضها بالشكل ده، ولو عندك اي زيت عطر عندك ضيفي منه قد 5 نقط، برضو بيودي الوصفه في حته تانية وبيقوي الريحه بتاعته وبيخليه جميل جدا. تمام، انا كان عندي زيت اللافندر ضفت قد 5 نقط بس، الكام كان فصل. بعد كده يا ست الكل بتستخدميه على اماكن النفط والاماكن الحساسه اللي بيحصل فيها تعرق او عرق، وتحفه جدا. اهم حاجه ما نستخدمهوش على عرق، لازم نستخدمه بعد كل شاور علشان ما يزودش معايا ريحه العرق. لو استخدمتيه على جسم نظيف هيديكي نتيجه ممتازه، انما ما تستخدمهوش قبل الشاور او انت عندك عرق، ده هيزود معاكي المشكله. اهم حاجه يبقى جسمنا نظيف جدا واحنا بنستخدمه، بيديكي نتيجه فوق الروعه وبيخليكي فواحه ماشيه في قلب البيت، وكل اللي هيقف جنبك هيقولك انت حاطه ايه. تقريبا احنا عملنا معاكم كل انواع المخمريه، المخمريه البودر، المخمريه الكريم، المخمريه اللي على شكل اسبريه، كل المخمريات دي عملناها معاكم، هتلاقوها موجوده على الصفحه وعلى قناه اليوتيوب، وكل اللي جربها بعد شكرنا عليها لانها تحفه جدا، وطريقتهم سهله جدا، يعني مكونات بسيطه جدا من جوه بيتك، بتتخلصي من ريحه العرق كمزيل عرق طبيعي وتعطير للجسم، تحفه جدا وداعا، عمرك ما هتشتريها تاني من بره لو جربتيها بنفس الطريقه. كل المخمريات اللي احنا عاملينها حلوه جدا، هتقولي لي انهي افضل او انهي حلوه، هقول لك هما كلهم حلوين، انا جربتهم كلهم بس بصراحه تحفه. طبعا في ناس بتحب المخمريه الكريم، في ناس بتحب المخمريه البودر، في ناس تانية بتحب المخمريه اللي على شكل اسبري لانها بتبقى سهل في الاستخدام كبخاخ كده. فكل انواع المخمريه اللي احنا عملناها مع بعض تحفه جدا، تقدري تستخدمي اي وصفه فيهم هتعجبك جدا. لو عايزه اي طريقه من اللي احنا عملناهم قبل كده اكتبي لي في التعليقات، وهحط لك اللينكات في اول تعليق.